عبد العزيز اليوسفي رجل أعمال يملك مشاريع تجارية، أحد مؤسسي شركة بست يونايتد للإلكترونيات، ومهتم في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. عبد الرحمن الفواز رجل أعمال والرئيس التنفيذي لشركة كوبيكل سيرفيس لإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومهتم في الاستثمار في المشاريع الشبابية للمبادرين الكويتيين. علي مبارك رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لحاضنات الأعمال، صاحب مبادرة الحريفين. مستثمرينا في حلقة اليوم واضح أنهم عزمين يستثمرون في المشاريع. يبقى أصحاب المشاريع راح يقدرون يقنعونهم ولا راح تضيع عليهم الفرص؟ ومثل ما يقولون بدايتها عسل. رياض العبيدان استثمر خبرته في مشروع إنتاج العسل ومنتجات النحل. خلونا نشوف رياض قدر يكسب الديل أو لا. شلون اليوم النية؟ والله الله يستر. معزمي؟ أنا والله معزم. لا منوي تاخذ لك شيء؟ طبعاً المشروع اللي قدامنا وايد حلو بعد شكل عسل. عسل بدايتها عسل. حلو. بإذن الله الله يسهل. والله أنت العسل. يلا غيدش غيدش. السلام عليكم. السلام. العافية. يعطيكم العافية. شو اسمك الكريم؟ رياض العبيدان. نعم. شوف تقريرك. تفضل. مشروع يسلمك الله هو تربية النحل وإنتاج العسل وجميع منتجات النحل. الفكرة جت من حاجتي للعسل الطبيعي لي والأولادي والبيتي، فبدأت في خليتين واليوم بفضل الله تعالى يعني عندي تقريبا 400 خلية. لما ننتج العسل نواجه مشكلة في التسويق، محتاجين إعلانات دعايات لتسويق المنتج. أيضا في جزء من الصعوبات اللي نواجهها كذلك اللي هو استيراد النحل من أحد الدول العربية، لأن الكويت بطبيعة مناخها ما يعيش فيها النحل، سواء في العز الشتاء في المربعانية أو في عز الصيف نضطر نستورد، وهذه مكلفة علينا في كل موسم نستورد نحل عشان ينتج لنا العسل الطبيعي. أنا كل شيء جاهز عندي، أحتاج فقط التسويق. بالنسبة للمبلغ اللي أحتاجه للتسويق والإعلان والدعاية مفروض أنه ما يقل عن 40,000 عشان يعني كبداية للتسويق. الله يعطيك العافية إن شاء الله. أنت الحين ال40,000 هذه تبيها إيش بتسوي فيها؟ بس دعايات يعني؟ إيه مفروض إنه دعايات وإعلانات. والمستثمر شنو راح يدش وياك شراكة ولا يعطيك إياهم يعني شلون؟ يعني المفروض يدش شراكة نسبة يعني. نسبة كم حد النسبة؟ يعني ما تتجاوز 10% مثلاً. 10% المشروع. إيه. زين كم علبة أنت تنتج سنوياً تقريباً؟ يعني مخزونك السنوي اللي يعني هو إنتاج العسل السنوي تقريباً. إيه. بالنسبة لي يعني تجاوزت الطن. تجاوزت الطن. نعم. وكم قيمته يعني تقريبا المفرق؟ ايه والمفرق يعني حسب الموسم حسب النوع. ايه يعني عاده يعني افرج مخزونك يعني السنوي يعني كم قيمته لما تنتج؟ بين 20 ل 25. 25,000؟ لا الانتاج الاجمالي. ايه والله يعني بالنهايه عسل يعني مو إيه يعني حروته يعني تتكلم يعني بحدود الخمسة ستة آلاف. خمسة آلاف ستة آلاف إيه؟ نعم. بالسنة. بالسنة نعم. على 400 خلية اللي عندك. نعم نعم. بس عين شلون تتأخذ 40,000 وبتعطي الواحد 10% من هالإنتاج؟ لأن سلمك الله في مصاريف وفي يعني في عمال. لا بس ما تشوفها قليلة يعني. شين هي يعني القليلة؟ 40,000. أي. مقابل 10%. أي. من إنتاجك. أي. يعني ما فيها نسبة تناسب، على أي أساس قلت 10% مقابل 40,000؟ الفواز ما عجبته النسبة اللي مخصصها العبيدان. لا بدون يعني هذا عبد العزيز عطى حسبتك اللي كل مره يعني انت على الحسبة بالسريع. ايه؟ انت مقيم الشركة 400,000. ايه فكان اتوقع سؤال عبد الرحمن ان الحين فرضا يا واحد اعطاك ال 40 سمونه 1000 وخذ 10%. متى يردهم؟ شلون يردهم ومتى يردهم؟ يعني المفروض على 10 سنوات رادهم. 10 سنوات وايد. 10 سنوات انت ايش رايك يعني هذا تشوفه منطقي التقييم ان الواحد يدش وياك علشان يرد فلوسه؟ ها مو انه يبدي يربح. ايه. يرد فلوسه اللي حطهم يبي له 10 سنين. النسبه مو مدروسه، 10 سنين وايد.
بالنسبة لي مشروع شخصي ما عندي السيستم المحاسبة والأرقام والتفاصيل هذه كلها، فأنا شايل الشيلة كلها بروحي، فأكيد يعني بتفلت مني معلومة. في سلمك الله عندنا عسل أبيض مع غذاء ملكات، هذا من إنتاجنا، وفي عندنا عسل السدر، وفي عندنا عسل في مع خلاصة البندق عسل سدر بديل الشوكولات حق الأطفال، وفي عندنا عسل سدر مع زنجبيل وليمون، هذا أول واحد عسل سدر. زين على ما يجربون الشباب، أنا سؤال الحين يعني أنا قلت شغلة تفضلت فيها أستاذ رياض، إن قلت سعرك وايد غالي عشان كذي ما دشيت الجمعيات. نعم. بس اوكي عشان بناوي تبيع، شنو شلون الخطه مالك؟ لان السعر غالي طبعا بالنسبه مراجع على التكلفه. نعم. ففي في في تكلفه لانه غالي، يعني في مجال ننزل، يعني شنو الخطه؟ هل الهدف انه بعد سنه سنتين ثلاثه عفوا ننزل التكلفه؟ يعني شلون بتنافس منافسينك؟ شلون بتزيد انتاجك بعد؟ يعني 40,000 بتقطعها كلها تسويق؟ المفروض. استراتيجية رياض في الاستثمار ما تعجب عبد الرحمن، وشكله راح يصرف النظر. ما يصير. أنا أقول لك ليش ما يصير. لأن أنت لو تبيع كل اللي بمخازنك. نعم. كم قيمته قلت لي؟ 6,000. لا بس الإنتاج مستمر ترى. إيه صح كلامك. اللي بمخازنك كله كم؟ يعني شوف أنت بالنهاية التسويق يعتبر مصروف من مصاريف المشروع. صحيح. ما تقدر تصرف على التسويق اكثر من اللي انت تدخله لو تبيع كل اللي عندك. نعم. يعني الحين انت شغلك كانه منزلي صح؟ يعني على ليفل ان انت هوايه، على ليفل هوايه. مناقشه المستثمرين ما عجبت رياض وبدا يرد. لما اقول لك تجاوزت الطن مستحيل اكون منزلي. لان الطن يعني اتكلم عن 1000 كيلو عسل، محتاج معدات، محتاج اماكن تخزين صحيحه، فاكيد ما هو منزلي. يعني انا عندي اماكن مجرها افرز فيها معمل واخزن فيه، فاكيد ما هو موضوع بسيط. عندي مناحل منتشره، كل منحل فيه تقريبا 50-60 خليه. الموضوع زين، اي شيء يمنعك تطلع رخصه؟ ليش ما طلعت جمعيات ونزل موظف؟ اي لها حلول هذه وايد. ما ادري والله. بتعطي ديل؟ خلني اخر واحد. انا اتمنى لك كل التوفيق، ودي اشوفه بالجمعيه صراحه عشان اشتري. ان شاء الله. انا عن نفسي اتمنى لك كل الخير، انا متاكد ان انت قطعت شوط صعب، ويمكن الصعب خلصت منه العين، باقي بس ترتب ارقامك. انا اتمنى لك كل الخير بس ما اقدر بهالمرحله. جاوبني على السؤال، في اوفر. علي مبارك نطر للحظة الأخيرة عشان يقتنص الفرصة. ما تجاوبني علي بقول لك أنا بعتذر. كم اللي باقي لك؟ كم الكمية اللي باقت لك؟ ما راح أكلمك أنت كشركة. لا تباقين تقريبا 150-200. 250 طن، 250 كيلو. كيلو. كم قيمتهم هذول؟ احسبها من جملة ولا سعر السوق؟ لا سعر السوق مفرق. احسبها من 30. ها؟ من 30 احسبها. 30؟ اي نعم. 30 الكيلو احسبها من 250. 30 كيلو كم؟ اضرب 30 دينار كيلو. نعم. 250؟ 1000 دينار. 250 كيلو. 250 كيلو. نعم. 30 دينار. 750 7500. شوف احنا مو شركة، انت تبي تصرف. نعم صح. انا راح اعطيك التسويق زين، ونوخر هذول ادخلهم جمعية. حلو. ادخلهم جمعية وصرفك ماركتينج تسويق سوشيال وعادي. حلو. بس مو ب 10%، الاوفر مالي 35%. علي حي الرياض ورفع النسبة. إيه لا محتاج أفكر الحين. إيه لا محتاج أفكر، يعني على قولة التصريح محتاج أفكر. محتاج أفكر لا بياخذها. لا إيه
الموضوع انا قاعد اقول لك اذا بدخل السوشيال ميديا بتكلم عنه بالسوشيال ميديا وتحكيت عنه لا انا شفت الكميه ودخلتها كم جمعيه يعني ليش ما يقدر يتصل تليفون سريع يسال لا هذا ديل واضح وهو عنده اوريدي مقطع وخلص تفرق وبتعطيه كاش ولا بس تسوي له دخله جمعيه هذا بعد شنو هذا نفس الكاش هذا بدال الكاش الدعايه الواحده ب 1500 انا هاي الوحده الديل حلو ب 1500 انا امانه يعني لا ما يخالف بس من حقي دقيقه بس اتصال يلا روح اتصال اي بيتصل بس نقدر نخلي اتصال عادي بالعكس شيء طبيعي يا عنده شريكه بيستشيره يا عنده مستشاره بيستشيره يا عنده احد يعني يبي يشاور يمكن يبي يحسب الارقام بمخه شويه ويرجع ساعات تحت ضغوط الكاميرا والهذا على الهواء ولا شيء كذي لايف يعني تحس انه مجبور يوافق ها؟ اي عادي يستاهل اجل اتصال خليه يشاور اوكي شكرا يلا عسى الله يوافقك سلام على ما اتصل انا بجرب عسل صارت زياده حيره ورياض فلجأ للاتصال يقول تفضل شنو صار بعد اتصال توكل على الله اعتمد خلاص تمام بس مبروك يعطيك العافيه يلا مبروك دوك الله والتوفيق ان شاء الله شكرا يعطيك العافيه حبيبي اتمنى لك كل الله يوفقك ان شاء الله شوف حسيت انه طبعا هو مال العسل اللي اشتغل بالعسل شغله كان خصوصا لما قال لنا 6000 وطلع انا 2000 كان ارقامه مو واضحه فانا الصراحه اللي شفت عشان كذي انا سالته قلت له كم اللي موجود عندك المخزون فقلت ابيعه واخذ منه نسبه فكني انا مسوي له دعايه وخلاص خلص الكميه اللي موجوده عنده وبعدين اشوف شنو نقدر نسوي عشان لازم اعرف بالضبط طريقه تعامله وطريقه شغله وشلون قاعد يسوي هذا الاوبريشن هذا اللي موجود عنده قبل الفاصل رياض قدر يطلع بديل مع علي تتوقعون راح يقدر ناصر الصانع يقنعهم ولا راح يخسر الديل السلام عليكم السلام معاكم اخوكم ناصر الصانع والنعم. صاحب مشروع الصانع المسابيح نعم نشوف التقرير ان شاء الله مشروعي عبارة عن مسابيح خامات طبيعية وخامات مصنعة وأحجار كريمة تخص الخواتم والقلوب اللي هي خاصة للنساء المسباح يعتبر اللي هو اكسسوار شيء استهلاكي شيء تناول الجميع حرصنا ان احنا نكون يعني شيء يكون دائم فهو مثل الساعة حال الساعة الشريحة المستهدفة جميع الفئات العمرية أنا دائماً أحرص على الشيء النادر والشيء المميز بحيث أن أنا أسوي تفصال معين بالمصباح بحيث أن يكون نقدر نقول مثل سبيشال أديشن يعطيك العافية الله يعافيك يعطيكم العافية كيف الصانع تخرطهم بيدك؟ لا والله أنا أشتريهم قبل كنت أخرط بس الحين نشتري إحنا من مصادر اللي هي بولندا أنا كله شغلي بولندا وتركيا نشتري احنا الخرز ورد هنا نفرزهم طبعا انا عندي محل بالسالمية بلش صار لي تقريبا 13 سنة وعندي شركة ما شاء الله كاملة شركة فيها اللي هو المصممين والمصورين والشكاكين كلهم مصممين شنو اذا انت الخرز تشتري جاهز انا اشتري الخرز اصمم طال عمرك الكركوشة مناسبة حق لون المصباح وتصميم اللي هو اهم طريقة التصوير المسابيح طبعا انا عندي اربع مصادر كبيع المسابيح عندي عن طريق محلي بالسالمية وعندي عن طريق اللي هو الشركة لان استقبل فيها زباين وعندي طال عمرك عندي انا جروب مسوي يعني فئة نقدر نقول الفي اي بي عندي الشيء الرابع اللي انا اسوق له اللي هو مزاد لايف عن طريق الانستغرام الحين هذا اللي هو الدارج الحين تقريبا صار لنا 5 سنين احنا مبلشين في مزاد اللايف عندي مزادين بالاسبوع ناصر متمكن وعارف بشغله وبتركيزه قدر يعجب المستثمرين
ارباحنا الحين قاعد تطلع عن طريق المزاد، يعني المسابيح قاعد تنباع بالمزاد على 16 و10,000. انت تتكلم مزاد واحد، يعني انت تتكلم خلال ساعه نطلع 10,000. ناصر حسيت انه صغير بالعمر بس فاهم وهاوي وحابل مجال المسابيح والانستغرام والمزاد. كل مسابيحك عباره عن احجار كريمه ولا عندك بعد بلاستيك وشيء؟ انا محل اللي هو بالسالميه، لان هناك انا مثل مسوي شيء دراسه شنو اكثر شيء ماشي هناك بالسالميه. شفت ان هناك يبون اللي هو الشيء اليومي والعملي، فهناك انا مو حاط الكهرب، الكهرب حاطه بس بالشركه. المسابيح بشكل عام اعتقد ان سوقنا بالكويت يعني متشبع فيها، ولا تنسى اليوم نزلت يعني المسابيح اللي هي من البلاستيك شبيهه بالاصليه وكيت، هذه اكيد ضيقت السوق الواجب. وشنو اللي تبي الحين؟ يعني شنو اللي طالبه من المستثمر؟ طال عمرك انا مبيعاتي او خلينا نقول نفرض على راس المال مثلا من 30,000 الى 50,000، انا اعطي على راس المال مال المستثمر 10% تتوزع الارباح يا اسبوعي، زين تتقسم يعني اسبوعي او شهري. ايش حق ال 50 او 30؟ علي كنا مو عاجبه المبلغ اللي طلبه ناصر. هذا اشتري فيها اللي هو الكهرب. الكهرب يعني السوق الكهرب الحين يعني يستوعب ليه 800,000 كويتي، يعني في كهارب انتم لو تلاحظون تشوفون بالمقابلات ولا باليوتيوب ولا مقاطع مصباح يروح ب 16,000. فلما انا اي عندي راس مال قوي زين، هني شو يصير بالمصدر نفسه اللي انا اخذه منه؟ يبغى يقلل لي لان انا عندي كاش وايد، فيعطيني سعر اقل وكميه اكثر. ناصر ما كان مقنع في الرد وشكله راح يخسر الديل. أنا يعني قلت رأس المال اللي كنت أحتاجه من 30,000 إلى 50,000 زيادة رأس المال حق شراء اللي هو الكهرب، فما أدري عدوهم شلون استوعبوها أنا ما أدري. زين أنت ما كونت علاقات مع اللي يبيعون الروماتيريال اللي هم المواد الخام خلال كل هالسنين هذه؟ ما كونت وياهم علاقات إن تقدر يعطونك أسعار زينة بما أنك أنت قاعد تشتغل معهم صار لك سنين؟ أو كريدت على الأقل، أو كريدت إن تأخذ وتبيع بعدين تدفع لهم، تبيع بعدين تدفع لهم. واضح ان السؤال صدم ناصر وخلاه يرتبك. هنا اشوف الاوروبيين يبون بزنس تو بزنس، يعني لا تدفع لنا ونعطيك، يعني خلي الدفع اوكي مو مشكله، مو ان تدفع كريدت انا كل العالم يشتغل بكريدت عادي هذا حلو، بس انا قاعد اتكلم ان المفروض ان كونت علاقات مع هالشركات هذه ما دام تعاملك صار له سنين وياهم، على الاقل ان يبدون ينزلون لك. والله شوف يعني مهما يكون يعني حتى لو بينزل لي، لو بيجي له انا بعد فتره بقول له لا والله انا هالمره جيتك بمبلغ فلاني زين، بيرد هو اجباري اصلا بيرد بيقلل. انت ايش كذا قاعد تاخذ كل سنه منهم؟ مو كل سنه، كل سبت، كل يوم سبت إيه؟ تنزل بضاعه. لا انا تشتري من الموردين يجيبونهم عن طريق هني مندوب حلقه على قولتهم بيني وبين اللي هو اللي ببولندا، يجي هني يتصل عليه ترى البضاعة وصلت. يعني بتفهمني ان علاقتك مع واحد هني مو هناك؟ لا هناك، بس يوصلهم عن طريق هذا الشخص. هذا الشخص زين شنو وظيفة هذا الشخص؟ الموضوع بدأ يثير فضول علي مبارك. يورد حق السوق، يعني في بعض المحلات يورد لهم لان الكهرب. بس لا ما فهمت ايه؟ هذا الشخص حلو، وانت علاقتك معه مورد دايركت اللي بولندا. اي صح، ايه؟ صح. أنا ليه ماني فاهم هذا شكو بالموضوع؟ هذا مثل وسيط كتوصيل. مرسال مرسالي. شو مرسال؟ مرسال وكيل كتوصيل يعني توصيل ما يوصلك. يوصل لي وهو يخلص جمارك وما أدري شنو. أيوة أي بالضبط، مخلص. شنو وكيل هذا؟ هو قال علي بدأ يشك بالموضوع ومو مقتنع. تدفع حق منه؟ أنا أدفع حق هذاك. تدفع حق هذاك؟ هذا بس يخلص. يخلص أوكي. سؤال ناصر، زباينك في شباب يعني الجيل الجديد هم كذي هاب بالمسابيح والكهرب، ولا هو نفس الزباين وقاعد يكبرون كل سنه واعمارهم تكبر؟ شوف انا يعني قاعد اتميز. نعم. يعني انا ما بيقول لك انا الاحسن، بس انا غير يعني. نعم. مزادي شلون اقول لك؟ مثلا لما انزل بضاعه ما اقول مثلا السعر اللي انا ابيه لازم ينباع. نعم. اقول حبيبي من الصفر، حط صمتك ادق لك الساعه. نعم. دقيقتين امر بيع على المصباح. نعم. ف يعني طريقتي حق البيع هذا، لا الزبون عندي قاعد يتغير شبه اسبوعي تقريبا قاعد يتغير. وزين وبعدين انت ما تحس انه شويه يمكن لان اذا ماني غلطان الكهرب هالايام الاسعار زادت عن قبل، ف
فهو السلعه سلعه يعني نفس الكهرب الحجر يصعد وينزل صح مثل البورصه تقريبا. لا الكهرب يصعد كله يصعد بس يصعد. يصعد يصعد كبيع سوق طبعا بس انت تبي تشتري يعني راس مال لا هو السعر ما تغير بس انا اتحكى كبيع يعني صانع. اول ما بديت انت اول ما بديت اتذكر بغيت كلبني كنت بيني اسوي لك دعايه صح 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 انا ما بغيت مساء بغيت اقول بس الحين تذكرت صحيح. علي مبارك فاجأ الصانع انه متذكره وهالشيء يمكن يساعده يربح الديل. من زمان اول ما بطل وبدا مشروعه يعني وقال لي ابي اسوي كذي وكذي وكذي وتسوي لي اعلان واعطيك مصباح وكذي وذكرني ما سويت له. ما كنت بهالفتره كنت ما احب اني تعاملي يكون في موضوع مقايضه انك تعطيني شغله واسوي لك شغله. يلا عطى بدام بس قبل لا تعطي الديل انا الامانه انا اتمنى كل التوفيق. اعتذر لان ما اعرف المسابيح مو مجالي كلش في بزنس بس ما اعرف له ولا افهمه ومتعلق برو ماتيريال يعني خام مواد خام. اتمنى لك الخير ان شاء الله. اللهم اجمعنا. انا ما اقدر اعطيك الا التسويق فهذا اللي انا اقدر افيدك فيه. ولا لا بس غير ما عشان تشرفنا فيك وتعرفنا عليك. طول عمرك يا رب حبيبي. احنا اللي تشرفنا فيك. اللهم اجمعنا لك كل الخير. اللهم اجمعنا يا رب. موفق ان شاء الله. معين يا رب. اللهم اجمعنا. صعد 30 50 ألف عشان أشتري الرو ماتيريال وأنا ما 300 يعني مقيم شركته بس ما تدري يمكن يقول لك مبيعاته بالسنة 100 ألف ما أدري إذا الأسباح حتى المبيع لا والمسابيح تمام وخصوصا مواضيع المزادات اللي قاعد تصير الحين بالإنستغرام لا مش على لك كم كان بس 30 ألف هو ما يبيها حصة بالشركة لا هو يقول لك أعطيك عليها 10% يعني 300 ألف أنا أشتريها شلون 300 ألف مقيم شركته 300 ألف ما راح يعطيك حصه بالشركه 10% يقول لك شنو على الرو ماتيريال يعني انت تعطيه فندنج اي يشتري وبعدين يرد لك كهرب يرد لك ويرد يبيعه يشك مسابيح ويبيعه هذاك ثلاثة ويعطيك 10% قبل الفاصل ناصر خسر الديل والمستثمرين ما اقتنعوا بالأوفر اللي قدمه لهم. خلونا نشوف الدكتورة إسراء الدعيجي شلون بتقدر تقنع المستثمرين يستثمرون في مركزها الطبي. السلام عليكم. السلام. السلام دكتورة إسراء العزيز الدعيجي دكتورة في علوم الصحة العامة الميجور بكالوريوس في العلاج الطبيعي وماستر في Health Education. يا بس العافية خلينا نشوف تقريرك ونرد الحين نشوف. إن شاء الله. مركز طبي متكامل للتأهيل في الكويت يغني عن السفر للخارج ممكن أنه يوفر الاستشارات داخليا ويعطي البرنامج علاجي متكامل للوصول إلى الشفاء التام إن شاء الله وحياة صحية أفضل. الفكرة القادمة لتنمية المشروع تعتمد على أنه يكون مركز متخصص بكل المستويات فريق الطبي باختصاصاته وهو نواة إن شاء الله تكبر مع الوقت لأنها تحتاج نوع من الدعم. حسب التكلفة اللي أنا كنت رصدتها واللي أشوفها بالمستقبل نقدر نقول من 250 إلى 500 ألف. العافية دكتورة. الله يعافيك دكتورة. المبلغ اللي بغيتيه حق شنو؟
هي مراحل راح تكون لا اكشلي المفروض المكان يكون مختلف يعني الحين اوريدي لله الحمد خلصنا المرحله الاولى نعم. فتم ترخيص المركز اند اوف 2019 وين في السالمية بس المفروض ان انا انتقل لمساحة اكبر والتكلفة على السنتين الى ثلاث سنوات القادمة المفروض تكون بهذا الرينج وفي نسبة معينة انت ناوية تتنازلين عنها مقابل هالمبلغ ارض عفوا ارض للمشروع عبد العزيز انصدم من الطلب اهم عرضها كان غريب يعني انا سألتها اول سؤال شنو تحتاجين؟ كم المبلغ؟ قالت أبي أرض يعني حتى أنا عبالي يمكن قصها قرض بس إيه تبي أرض ومو فاهمة ولا تبي تبني الأرض لا مو فاهم شنو قصدك أنا الحين قاعدة أفكر هي شركة شخص واحد اللي أنا أوريدي مأسسة عليها المركز فالمفروض إنه في القادم يكون معاي شركة للتوسعة المفروض إنه هو البروجكت مالي وذن إلى 2026 يكون خلص مراحله فهالأرقام للثلاث سنوات الجاية نعم. بريفينيو محسوب وبداية نواة لمركز سبيشالايز موجود في برزنتيشن المفروض يعني التوتل تقريبا الفواز وهق الدكتورة بسؤاله واضح انها ارتبكت الفواز وهق الدكتورة بسؤاله واضح انها ارتبكت يمكن هنا يكون اكثر وضوح اذا تحبون اوكي هو راح يشمل ثلاثه الجانب الطبي اللي هو الطب الطبيعي بعلاجاته المختلفه تشمل تاهيل وعلاج وحدة الجهاز التنفسي تبديل المفاصل العلاج الطبيعي لأكثر من منحة وحدة العلاج الكهربائي علاج الظهر in a specialized way نعم. فالمفروض أنه يكون in three sections تأهيل والعلاج الطبيعي والطب الطبيعي إسراء قدرت تستعيد تركيزها وتحاول تقنع المستثمرين أنا كنت أحاول أوازن بين الفكرة اللي عندي والوقت وأت ذا سيم تايم يعني أحاول إن أنا أوصل البروجكت للي ممكن يهتمون فيه. كم تدخلين بالشهر أو بالسنة؟ أنت ما صار لك سنة ليه الحين؟ لا أنا بلشت تشغيل أوبريشن في ديسمبر والحمد لله عدى المرحلة الله يبارك حياتك شكرا عدى المرحلة أو الرقم اللي كان محسوب ب 2017 in three times. ما شاء الله. والله الحمد. جوابها عجب المستثمرين وشدت انتباههم. عسل الله يوفقك إن شاء الله. إنزين الحين أنت تبين من المستثمر يعطيك أرض؟ أنا كنت مفكرة إن إذا راح نشتغل على إنه يكون سبيشالايز سنتر على مستوى خليجي لتسي في البداية إنه يكون يستقطب الحالات اللي ممكن نسمع إن الكويتيين والله قاعد يروحون. بس أنا أبي أفهمك عدل أنت مو قصدك أرض قصدك حتى لو مثلاً مساحة تأجيرية بس ما يأجرها لك. لا. أرض. أنا كنت مفكرة إن نبني مركز لأن البنيان يختلف عن. بس شلون يعطيك أرض يعني ما أدري طلبك أنت تو داش السوق صار لك شهرين. موضوع الأرض خوف المستثمرين. لا أنا يعني دراستي من خمس سنوات. إيه. دراستي من خمس سنوات وتنفيذ المشروع. بس أنا البزنس نفسه إيه؟ ما صار لمدة يعني مو أنا أنت خبرة من أو جزء من هذه الشركة. نعم. بس أنا قصدي الحين وأخوي عبد الرحمن. جديد الموضوع انت الحين تبين مثل عقد اجار مع لا تبي ارض ملك يعني تدشين بالوثيقه مالت الارض لا اللي بيدش معي لا اللي بيدش معي هو شريك بالارض الفواز يحاول يعرض حق اسراء بدائل بس ايه مصممه على الارض هو يملك شريك معاش بالارض اي نعم فهو يعني سيقول يعطي هبه للشركه الارض ايه تعتقد طلبها يعني ما هو حق مستثمر طلبها أقرب إلى الحكومة يعني أنك أنت تطلب أرض مستثمر صعب يعطيك أرض على شركة عمرها شهرين مقابل 30% كان مو واضح كلش طلبها لأرض ليش الحين
أنا ما أعتقد لها حاجة الحين حق الأرض. بس أنا أرجع أسأل نفس السؤال. نعم. إحنا قلنا الأرض يمكن مليونين أو تقريبا مليون يعني ما أدري كم بس خلينا نقول مليون ونص نفترض. قلت المبلغ اللي تبينه الكاش عشان تبنين الأرض. لا ما بيكاش. بس تبنين الأرض. هذا كله يعني يمكن راح يكون قرض من البنك. تقريبا يمكن صح بس انت اكيد الشريك انا يعني انا هني ما قاعد اتكلم انا قاعد اتكلم عن حصه شراكه النسبه كم بعرف الحصه النسبه النسبه 30% فالشخص اللي بيحط تقريبا ارض نعم. تسوى مليون وخلينا نقول مليون ونص whatever يبي يعني تعطينا 30 مليون الشركه الرقم كحسبه تفرق بالنسبه حق المرحله اذا تبي تقدم تبي تقول عرض معين لا انا الامانه دكتوره يعني راح اعتذر لان الارقام اللي طالبتها الرقم اللي طالبتها ولا الارقام اللي انت ببالك كبيره تبين ارض تبين بنيان وهذا واتوقع لا انا البنيان الدكتوره مصممه على الارض وهالموضوع ازعج المستثمرين وبخسرها الديل يعني الاخ المستثمر الاول فرض ان الارض تكون بالملايين ارتجالا يو نو استيميشن شي فرضا ما حسبها بعدين منو قال لنا انا بيها في كذي اتمنى لك الخير دكتوره وان شاء الله تلقين اللي تبينه انا عن نفسي راح اعتذر السبب انه يعني ما شفت تناسق في الطلب مالك ما بين انت شنو اللي بتقدمينه وشنو اللي بتاخذينه دكتوره بس السؤال بعيد لك اياه بس تجاوبيني عليه بصراحه انت متازمه من سالفه الايجارات اي وايد صح إيه؟ هذا اللي انا حسيته يعني كل القروض اللي اخذتها راحت بس ايجارات بس ايجارات صح نعم. زين الحين احساسك عقب ما فتحتي نعم. توك تفضلتي بكلمه قاعده تقولين ان الحين بديت اتنفس أنا جيت بخطواتي الأولى اللي اليوم شافوها إن هي so ambitious يعني واحد فيهم كان يقول لي أنت توج بادية تنفسين وقلت له إن أنا من 5 سنوات فاتت من أول ما خلصت الدكتوراة I'm stepping forward وأنا اليوم حققت إن يكون عندي فعلا أمور قائمة تعتمد على قانون تعتمد على خطوات وبروسيجر وإجراءات طويلة الامبيشن مالك وايد حلو نعم. بس انت للحين مو قاعد تعطيني انت مو قاعد تحسسين انك راح تاخذين خطوه خطوه انت بتنجزين لا الفرصه لليوم قولي لا لا الله قولي لا الله انت تبتنجزين كلام علي زاد وضع الدكتوره سوء وعزز قرار المستثمرين في رفض الديل الاكسبكتيشن مالتك اساس انك تكبرينها بهذه الطريقه خطره عليك اساس انك تحركين قدام انا كل اللي ابي منك وقاعده نصيحه بس حاولي بشتى الطرق الحين جربي البزنس أنا مريت في هالموضوع أكيد هذا أكيد. بعد سنة قولي أنا أبي أرض الحين عيشي مع الحكي اللي هو مال الأجارات الأجارات أدري أنها تذبح بالكويت هي اللي حاطة ببالها اللي أنا فهمت منها أنها تبي المشروع على طول يكبر بنفس اللحظة وبنفس الدقيقة ما أعتقد أنه صعب أن البزنس يطمر هالطمرة هذه بسرعة البزنس المفروض يطمر خطوة بخطوة بعدين تشوف ثماره لما توصل حق المرحلة اللي انت تبيها كان العرض مالها ما كان واضح ووايد حسيت انها تبي يعني بيوم وليلة تبي تصير يعني من مثل السنترات المراكز الطبية الكبيرة وعلي قال لها يعني حبة حبة كبر شوي شوي خطوة خطوة هو اوريدي 3 سنوات الطرح مال من 2015 احنا الحين 2020 حلو فاني انا اقول لك توني بديت اتنفس انا اوريدي شفت اللي مريت فيه حلو. فالارقام انه يكون الارض بالملايين او المشروع يكون عوائده حسب تكلفته هذه امور حسابيه يمكن الاستشارات الماليه ممكن تفيدنا فيها اكثر النقله النوعيه اي هاف تو بي امبيشس اتمنى لك كل الخير ان شاء الله اتوقع كلنا اعتذرنا وانا اتمنى لك خير مرة ثانية مثل ما قالوا كل التوفيق إن شاء الله إن شاء الله موجود. الله كل الخير حياك الله دكتور أهلا وسهلا شكرا على القوة الله يحفظك لأنها ما كانت واضحة بلغة الأرقام وموضوع الأرض أهم سببين خسروها الديل لا كنت وايد واضحة كان في مراحل وتكلمت فيها بلغة الأرقام بوضوح أنا كنت واضحة بس هم ما كانوا مرتبين يعني واحد يسأل ثاني قاطعة كلهم اتفقوا على أن المشروع طموح وأنا كنت أدري والله أتمنى لها كل الخير بالنهاية هي الشيء اللي تسويه قبل لا يكون تجاري إنساني مشروع حلو وجميل وطموحها كبير طبعا دكتورة
انا كنت يعني بقول لها ان انا وايد فخور فيك ويعطيك العافيه على اللي سويتيه والمجهود ان انت يعني سويتي من لا ولا شيء مشروع قومتيه على ريوله. وانا بالذات يعني احب يسمونه المعهد التاهيلي هذول الريهاب لان انا عندي رباط صليبي ف مقدر جهودها. انا قلت يمكن سمعت غلط قالت قرض. لا وشوف اللي مبين انها هي اوريدي عندها تبي تشوف المشروع هذا الحين حكومي خلينا نقول حكومي بحت ودها انه يصير على طول كبير واللي ذابحها الايجارات من الاساس which is the story of my life. بس ترى وايد بس ترى وايد يعني في وايد يسمونه ريهاب سنترز احنا ثالث حلقه شفنا اربعه في اي انا شفت واحد تذكر اي بس انت يعني حتى الكومبتيتيف ادفانتج من هالبزنس ما ادري شنو للحين. قبل الفاصل حاولت الدكتورة إسراء إغناء المستثمرين بس طلبها لموضوع الأرض خوف المستثمرين وخلاهم يرفضون الديل. الحين دور فيصل الزايد في أنه يكسب ثقة وإعجاب المستثمرين في مشروعه. السلام عليكم. السلام ورحمة. معكم أخوكم فيصل عبد الرحمن الزايد. ونعم. شوف تقريرك. أنا عندي ماجيك الجند. بداية المشروع كانت عبارة عن أنا أحب الزرع وأحب الزرع الداخلي وما عندي مكان يسمح أن أنا أطلع المهارة والهواية هذه مالتي في حديقة أو في مكان مفتوح. بدايتي كانت في صناديق أخشاب. صناديق الأخشاب ما كان فيها ناحية جمالية وفكرت أن أحطهم في أحواض. لما حطيتهم في حوض عرفت أن الحوض وايد شكله حلو وأن يكون مكور وفيه كيرفات وفيه انحناءات فيعطي شكل أحلى من الصناديق الخشب. الصعوبات اللي تواجهنا في الوقت الحالي ان المواد كانت مكلفه في البدايه. الصعوبات كانت المكان اللي ممكن نشتغل فيه وطريقه ان نوصل السعر حق الزباين او التسويق طبعا لان المنتج جديد. الهدف منه ان انا اوجدت حديقه كامله. ممكن انت الحين تستغني عن هدايا معينه احنا متعودين عليها ان مثلا ورد او مثلا العطورات الامور هذه كلها. الحين احنا أوجدنا نوع جديد من الهدايا اللي هو الحديقة المصغرة وهي فعلياً حديقة كاملة مصغرة. تفاعل الجمهور كان جداً حلو لما أنزل أنا في معارض أو أنزل مثلاً في إيفنتات معينة إنه يقولون إنه ما كنا متوقعين هذا الشكل وهذا الحجم وهو شيء طبيعي فيحتاج إنه يشوفونه قدام عينهم على أساس إنه يحكمون. يعطيك العافية. عافيك حياك الله وسهلاً. فيصل السؤال تشرح لنا شوية أكثر على الفكرة شلون بدأ يعني. حاضر. شو تخصصك أول شيء فيصل؟ أنا تخصصي إدارة أعمال وشغال في المجال الحكومي النفطي وايد بعيد عن هوايتي يعني. نعم. هي الفكرة عبارة عن حديقة كاملة مصغرة. حلو. بما فيها. إيكو سيستم كامل. سيستم كامل هو طبعا الاسم العلمي حقه اسمه الإيكو سيستم. ألا وهو الفكرة منه إنه ممكن تتغطى الفازة. الحديقة ممكن تغطى طبعا احنا نسويها بطريقة او اسويها بطريقة معينة بحيث انها تتغطى البازة وممكن احنا نغطيها لغاية 10 سنوات اذا الله اعطانا عمر. ما تحتاج ان نعطيها ماء. اكسجين وثاني اكسجين الكربون وكل كل شيء بالضبط. الماء يتبخر يتكثف راح يصير ثقيل يرد ينزل مرة ثانية اذا الحياة قاعد تدور. اذا كبر من فوق اللي تحت راح يموت راح يتحول الى مواد عضوية زائد ان التربة نفسها عبارة عن شوائب يكون فيها بيض يكون فيها مثلا حشرات فانت بين فترة وفترة راح تشوف ممكن عنكبوت ولا دودة صغيرة. شنو تسوي هذه؟ هذه تكمل عملية الحياة نفسها. راح تقوم تعيش راح تموت بعد يومين ثلاثة راح تتحلل فراح تصير الى مواد عضوية حق التربة. فيصل ياي جاهز وفاهم شغله عدل وقدر يثير اعجاب المستثمرين. أنا انعجبت بشخصيته بالدرجة الأولى شلون يفكر شلون يتجاوب ويا الموقف ويشتغل بيده وكون نفسه خلال 7 سنين صار له وهو شغال فهذه الأشياء الأمانة شدتني فيه. فالفكرة من هذا أن هذا يعمر معانا. نعم. وأيضا إذا لا سمح الله صار فيه مثلا خراب ولا تلف في شيء الصيانة عليه جدا بسيطة وسهلة. حلو. زائد الشيء الثاني اللي أيضا أنا أشتغل فيه أشتغل بالخشب ف
فقمت أدمج اللي هي الزراعة مع الخشب، وسويت شغلة جديدة هي أسميها إعادة تدوير كاملة. نعم. هذه الخشبة كانت طبعاً مقطوطة وكانت بالتحول إلى محرقة. نعم. خليتها قاعدة والكوكنت كانت هذا كانوا يقطونه، طبعاً يعتبر أفضل حافظة حق الماء لأن من الأساس فيه ماء هو، وزرعنا فيه فطلع شكله جداً مقبول. صح. والجمهور والناس كلهم حبوه. شنو اللي تبي فيصل من المستثمر؟ اللي أبيه من المستثمر أنا أبي تفرغ تماماً حق هوايتي، أنا أقدر أسميها هواية مدمجة لأن أنا دمجت الخشب مع الزراعة. فيصل كم تحتاج؟ أنا أردي قاعد أشتغل. كم أحتاج؟ أحتاج 45 بالضبط اللي خليني أترك وظيفتي. نعم. وأنا مرتاح وتوجه إلى القطاع الخاص وبيدي وبشغلي وشركتي وعندي موظف، وللعلم أنا راح أشتغل للنهاية. أنا ما راح أجيب أحد راح أعلمه إنه يشتغل بدالي. ممكن يساعدني في شغلات بسيطة رتوش أسميها. علي شكله بيستثمر بهالمشروع. إنسان شغال بالنفط ويبي يطلع عشان شغله هو يحبها، هذا أنا من وجهة نظري أنا وأنا مغمض لازم أحط عليه هايلايت. شنو بتسوي فيها؟ ولكن الأساس كله راح يكون أنا. 45 هذه راح تكون بداية من الصفر، منها اللي هي تأسيس الشركة، منها المواد الخام، منها المؤونة لغاية 6 أشهر مع الأجار مع كل شيء. يعني 45 هذه من A to Z راح تكون حق المشروع كامل. فيصل فأنت مسوي، هل مسوي دراسة feasibility study في متوقع كم راح تبيع مبيعات سواء مقارنة بالبزنس الموجودة أو شغلك السابق؟ أنا مسوي كل شيء طبعاً، كل شيء جاهز. نعم. وأوردي أنا في عندي أمور تميزني عن غيري. نعم. طريقة عفواً بناء الفازة. نعم. الأخشاب مثلاً المادة هذه أو الخشبة هذه ما حد يقدر يسوي كذي لأن أنا تفرت فيها، وعندي طبعاً اللي هي الجانب اللي ممكن أسوي ورشات عمل أيضاً يعني حق الكبار وحق الصغار وحق المدارس، ما في أحد سواها بالوقت الحالي من المنافسين اللي بالسوق. الحين قاعد تبيع؟ قاعد تبيع الحين؟ أنا قاعد أبيع والله بشكل يعني خيالي ولله الحمد. كم تكلفة المنتج عليك وكم تبيعه؟ يعني كم هامش الربح مالك تقريبا؟ وطبعا مثل ما انت شايفين هذه اكبر حجم عندي. طيب. تكلفني حوالي ال 25 دينار، بس انا مو قاعد احسب المجهود، المجهود ياخذ مني ثلاث. هذا الرو ماتيريالز بس المواد 25 دينار، هذا كل شيء مسكره. نعم. عشان تبدي كم تبدي؟ عشان ابدي وابيع. إيه؟ ابي 30. 30 ابدي وابيع. اي كم شنو بتسوي 30 بسرعه؟ 30 فيها حق 6 اشهر اجار وعماله. أوكي. ومواد. اوكي. وفيها عفوا عماله كم واحد تحتاج؟ واحد بس. بس اللي هو البياع، ونفس البياع راح يساعدني كشغل يعني. اوكي. وفيها التولز اللي هم حق النجاره وما نجاره. نعم. التولز نفسهم الادوات حق النجاره. إيه؟ هذا شوي تكون مكلفه يعني. انا اقولها نسميها فيز ثاني، نجاره خلها فيز ثاني. انا قاعد اتكلم عن هذول. انا ابلش بزرع بروحه. ما لا انا قاعد اتكلم عن هذول. مو انا لاني متميز انا قاعد ابيع الزرع مع الخشب مع بعض. عندي كومنت يمكن على ما علي يفكر. انا طبعا ضد فكره ان انت راح تكون يعني الشخص الوحيد اللي يسوي تنتج او تسوي المنتج هذا. صح. بسبب ان انت بالنهايه يعني صار كل الريسك كله. صح. لا سمح الله يعني. صح. ما اضحك. ومو بس كذي، انت مو سالفه اصابه، انت تبي سكيل، تبي تكبر، تبي ما تقول بيج. صح. فانت لازم بدل المفروض تقول لي انا لا بعين اثنين او ثلاثه وبدربهم. مو من الصفر. فيوتشر بلان عندي انا، في خطط مستقبليه. إيه؟ بس اذا انا توني مبلش لا، انا ممكن اسوي ثلاث بازات في ثلث ساعه. اوكي. وصلتها مرحله اول ما بلشت ثلاث ساعات. نعم. الى ثلاث ساعات وكسور. الحين وصلت ان ثلاث بازات كبيره في ثلث. نعم. ساعه. اذا اقدر اسوي اكثر في مده. صح صح. ما عندك برودكشن بروبلم بالبروس. فيصل فاهم كل جوانب مشروعه وهذا بيوصله للديل. عندك أفر تبي تعطي؟ انا عندي أفر. يلا قول. شوف انا اعطيك مكان. نعم. عندي هذا. نعم. واعطيك تسويق. نعم. واعطيك كل ما يستلزم على اساس انك تاسس الشركه. ممتاز. وما تطلع من مكانك. شو مكان وظيفتك يعني؟ ما تطلع من وظيفتك. ما اطلع من وظيفتي؟ اي الحين. راح انقص معناته. لا لا لا، ابيك تعلم الناس اللي راح نجيبهم يشتغلون الصبح وبعد وظيفتك حتى لو اشتغل 24 ساعه عادي، حتى انا اشتغل 24 ساعه. اوكي. النص بالنص. علي صدم فيصل بالنسبة لطلبها.
أوفر حلو، بس أنا يعني انصدمت من المبلغ، أو عفوا انصدمت من النسبة لما قال لي 50%. عنده كوميتمنت وعنده شغف وده يحطه في هذا المشروع، ما تخاف. أنا الأوفر مالي بقدمه بصيغتين. نعم. الصيغة الأولى إني أضم صوتي ويا صوت علي. نفس الأوفر. إيه، وأنا نعم. يعني علي أقدر أفوضه أو يعني أخوله يتناقش وياك على النسبة اللي نعم. ترضيك وترضي ترضيني. نعم. وأقدر أساهم بالجوانب اللي أقدر أساهم فيها، يمكن هو ما يقدر يكملها أنا أكملها. صح. أو العكس. صح. في ذلك كلنا نصير عون لك. وياك في تنفيذ اللي في بالك. نعم. الخطة الثانية، أنا مستعد أعطيك كل الإمكانيات اللي تحتاجها، بس ما أعطيك فلوس. تطلع بالوظيفتك ولا ما تطلع هذا قرارك. أوكي. أنا دائما أنصح إن عقب ما تشوف شنو إيراداتك بعدين تسوي قرار الخروج من الوظيفة. صح. يعني هذا ما تسوي من البداية، خصوصا إذا أنت عندك التزامات. نعم. فأنت اليوم أمامك خيارين، النسبة اللي أنا ترضيني على إني أنا أساعدك من غير أشياء مادية. نعم. تقريبا تكلم 35%. عرض مغري جدا من الفواز لربح الديل. راح امشي مع ال 35 اكيد، راح اقول ديل على 35%. اوكي، افضل شيء بالنسبه لي، لان يعني احنا بالنهايه البزنس مو خدمات عامه. ليش ما خليت مثلا علي وانا و 50% وبيساعدونك اثنين؟ شوف، هو الحين فيصل قاعد يشوف الموضوع ان 35 هي الشيء. ايه، هي الجود ديل. ايه، انا بقول لك شيء، انت عندك تو فورسز. اوكي، تو فورسز. علي ما يبي تفوته هالفرصه ويحاول يكون ضمن الديل. قوتين موجوده عندك. نعم. من شركات متخصصه في بناء البزنسز. صح. او الشركات. نعم. اوكي، وبيعطونك كل اللي انت تحتاجه من الرو ماتيريال ب 50%. هذا ديل المفروض تقول لا، مو تقول عنه لا. ردود فيصل وثقته بنفسه خلت عبد الرحمن وعلي يطمعون بالمشروع. للحين ما فهمت شنو موضوع ال 50%. للعلم هو قال راح اوفر لك المواد، وراح اوفر لك المكان والعماله، وايضا الدعايه. فبعدين انا استوعبت العرض. جد انا اشوف ما دام في اوفرين حلوين ما له داعي انا ادش معاهم وهذا، فانا كفنفسي. الفواز وهق اليوسفي ويبي وياهم في الديل. ما بغيت استثمر معهم بصراحه، دخلوني غصب. حسيت ان لو انا بعد ادش معاهم راح ناخذ نسبه زياده بدون القيمه، يعني ما له داعي. يعني انا انت يهمك الحين النسبه؟ ايه؟ اذا توزعت علينا احنا على ثلاثه، بالعكس انا اشوفها استدامه حق المشروع. ينظلم. انا شخصيا اشوف هو نسبته خلي بال 50. احنا نتشارك بال 50. احنا نتشارك كلنا بال 50. 45 خلاص. 15 15 15. انت مبطل. مقوله هذه زينه. تبون 45؟ 15 15 15. والله لان انا احب الانسان لانه يشتغل. يستاهل والله. دم عن نفسي. يستاهل. خلاص ثلاثتنا داشين خلاص. وصادها الزايد وربح الديل ويا الثلاث مستثمرين. العرض النهائي والاخير كان افضل امانه، لان تبارك الرحمن ثلاثتهم كبار وعمالقه في مجال الاداره والبزنس، فانا ضميتهم كلهم في عرض واحد، وهذا شيء حلو، شيء جدا حلو. ويوم توالفنا احنا الثلاثه انه يعني نقدم له الدعم، اتوقع هذا شيء بعد راح يفيده بشكل كبير جدا. يعني انا اقول ديل، ما عندي اي مشكله، بالعكس يشرفني، وهذا شيء وايد حلو. ان شاء الله اتمنى لك الخير. الله يحفظك. جواك الله. جزاكم الله خير. مشكورين. ما قصرت. الله يحفظكم ان شاء الله. على الاقل الحين شوف، ما ببست مكان في بست مو موجود في هذا. اي طبعا. الكترونيات شلون احط؟ بعد مجماليات ايش فيك؟ اوكي. احط لك ليت من داخل يعني الكترونيات. عند الكاشير. اي صح، تعال عند الكاشير. صح. بس باي والسوالف كلهم يسوون كذي. وبالفعل ترى تقدر تدخل لايتنينج عليه. اي تقدر تدخل لايتنينج، تقدر تدخل وايد. فالديل صح 45% على ثلاثة. صح، على ثلاثة. اوفر 3. كل اللي يحتاجه فيصل، كل الخبرات اللي موجودة اذا انحطت بمكان واحد بهال 50 او ال 45 زين، لا راح يبيع. قدروا رياض العبيدان وفيصل الزايد انهم يحصلون على ديلات من المستثمرين،
على عكس ناصر الصانع والدكتورة إسراء اللي ما قدروا يقنعونهم في الاستثمار في مشاريعهم. عصاميين نجحوا وعصاميين ما قدروا ينجحون في كسب الديل. ونشوف مصير بقية العصاميين في الحلقات القادمة.